مشاهدينا أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الرابعة من معرض أبوظبي للوظائف توظيف 2010، والذي يأتي تحت رعاية مجلس أبوظبي للتوطين، وينعقد في الفترة ما بين الثاني إلى الرابع من شهر فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 65 عارضا من هيئات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى مشاركة واسعة من قبل شركات القطاع الخاص. ويهدف هذا المعرض إلى تحفيز التوظيف في الإمارة ودعم سياسات وبرامج التوطين لبناء قوى عاملة قائمة على المعرفة من أجل تحقيق رؤية أبوظبي 2030. طبعا تأتي أهمية هذا الملتقى كنقطة تواصل بين أصحاب العلاقة، سواء كان من باحث عن عمل إلى مدرب إلى موفر للوظيفة. وهذه الملتقيات ليست إلا لتقديم أوراق وسي في للباحث عن العمل أو الخريج الجديد، بل هي معرفة أو تعرف على احتياجات سوق العمل بكافة فئاته من قطاع حكومي وشبه حكومي وخاص. اليوم مجلس أبوظبي للتوطين دوره يتخطى عملية اليوم وضع الأسماء هذه في قواعد بيانات وتصنيفهم كباحثين عن العمل، بل بتوفير خدمات إلى أصحاب العمل من ناحية تدريب وتأهيل وتطوير برامج خاصة لتعزيز فرص حصول المواطنين هاي على وظائف في القطاعات المختلفة. فقط مشاهدينا نؤكد بأن نسبة البطالة تقريبا حسب آخر إحصائيات في دولة الإمارات بلغت 12.9% للذكور، والإناث بلغت للإناث أكثر حوالي 27%. نكمل. من جانبهم أكد مدير الموارد البشرية على أهمية هذا المعرض، حيث يسعى المشاركون إلى عرض آلاف فرص العمل أمام أكثر من 20,000 مرشح يتوقع يزور المعرض على مدار 3 أيام، إذ يركزون بشكل كبير على التوطين في الفترة القادمة. اتصالات تحرص دائما على الوجود تواجدها في معظم معارض التوظيف والأيام المفتوحة اللي تعرضها الجامعات والكليات، ونحن نركز على العنصر المواطن، حيث أن نحاول هذه فرصة للقاء بين أصحاب العمل وبين طالبين الباحثين عن العمل وعلى فرص التدريب. بالنسبة للتوطين في اتصالات، نحن حاليا وصلنا إلى 36%، مما يشكل 3600 مواطن مؤهل يعملون حاليا في مؤسسة الإمارات للاتصالات. حاليا طبعا اتصالات تعرض فرص كثيرة للتدريب وللنمو الوظيفي، بالإضافة إلى عندنا طبعا فرص العمل خارج الدولة في مشاريعنا الخارجية. نحن حاليا موجودين في 18 دولة في قارة آسيا وقارة أفريقيا، وبكل فخر نحن نقول أن حاليا يقود هذه المشاريع 70 من أبناء الإمارات. هذه تعتبر للأوفست أول مشاركة في معرض التوظيف، وهذه أول خبرة لنا في الأوفست، في معرض التوظيف للأوفست، فإن شاء الله تكون مشاركة طيبة. احنا في الأوفست عندنا تقريبا 50% نسبة المواطنين، فننظر أن نزيد النسبة هذه إلى تقريبا 60%، في حدود 60% 2010، وكل سنة تدريجيا إن شاء الله نزيد النسبة هذه. مشاركتنا هاي السنة في توظيف 2010 على أساس أن نعرف الناس بشركة أبوظبي الوطنية للمعارض والشركات التابعة لها، وعلى أساس نحن نستقطب كوادر إماراتية لوظائف عديدة عندنا في الشركة. حاليا عدد المواطنين يشكلون 30% من العدد الموظفين،